الجداوي نائب رئيس مالي القنيطري. تفضل. وين دازت المدينه ديال القنيطري في اجواء عاديه وعاديه جدا. سمعنا التقرير المالي والاجنبي تم الموافقه عليه. المهم في هذا الشيء كامل هو الصعود ديال نادي القنيطري القسم الوطني الثاني. وهذه ماشي الماكينه ديالو. الماكينه ديالو راه فينا كاملين فينا. هذا الجمهور هذا داخل الوطن وخارج الوطن. الماكينه ديالو هي في القسم الوطني الاول. هذا الان كان صعيب صعيب بزاف. الرئيس دار واحد المجهود كبير كبير بزاف باش توفر جميع لي موان فينانسيي لي موان لوجيستيك للفريق. سي با فاسيل. والهوات صعيب. الهوات صعيبه. الهوات هي بالنسبه ليا في الفوتبول المغربي هي لا ترافيرسي دو ديزير. هي لا ترافيرسي دو ديزير. الحمد لله لا ترافيرسي دو ديزير. ولكن العام الجاي خاص بزاف ديال الحوايج. اوكي خاص المساعده ديال الجميع السلطات كلشي الجمهور المحبين باش نتمنوا نشوفوا الفريق ديالنا في بروميير ديفيزيون لاني بروشان.